هيدي الترنيمة كلها هيك تمجيد وعظمة للرب يسوع المسيح. بنفتتح حلقة جديدة من يلا نغني سوا. أنا كتير مشتاقة لكم وأكيد الباند كمان مشتاقين لكم كتير. بدي أسلم عليهم بول، كمال، جوي، كيفكم اليوم؟ حلوين الكولرز اللي لابسينهم هيك قراب من بعضهم، بلو وجرين وبلو على جرين، ما هيك؟ كل الألوان هيك مفرفحين اليوم وأنا يلو معنا تشوف قد منهم حلوين. كمان مزينين الديكور اليوم والاستوديو. كيف كان هالأسبوع؟ في قصة هيك بتحبوا تشاركونا فيها او هلا بخلال الحلقة بنسمع منكم اكثر؟ اوكي، لكن تعوا هلا معي ما نطول عليكم كثير تنعرفكم على الضيوف الغير شكل اللي معنا اياهم اليوم. رح نبلش بضيفة مهضومة ونعمة وطيوبة وغنوجة تعرفت عليها من زمان وهي عم تكبر وعم بتزيد هضامة ورجعت اجت اليوم لعنا هيك كمان لأن اشتقت لكم اكيد. رح ترجع تتعرف على اسمها وقد ايه صار عمرها وعن هواياتها. هاي كيفك؟ منيحة. شو صار اسمك هلا؟ جيسي. بعده جيسي؟ اوكي، طب قد ايه صار عمرك؟ فور. يا حبيبي فور عمرها. وجيسي اليوم بدها تدق لكم بيانو وبدها ترني وفي كثير كثير اشياء حابه تعمل لكم اياها، ما هيك يا جيسي؟ طيب وشو اكثر شيء بتحبي تعمليه يا جيسي بس ما يكون عندك انت ما بتتعلمي هلا بعد ما هيك بعدك زغطوره، شو اكثر شيء بتحبي تعمليه؟ تلوين. يا حبيبي انا ومين بيلون معك وبيرسم معك بالبيت؟ اختك الكبيره. مين اختك؟ جويس. جويس؟ اوكي، طب وهيك بتحبي تقولي هاي لحدا تطلع بالكاميرا وتسلمي عليها؟ هلا لمين بدك تقولي هاي؟ لفيبي. لفيبي يا حبيبي انا الغنج كله. طيب هلا نتعرف على اختها لصديقتنا الحلوه يلي معطيك المايكروفون. اوكي، شو اسمك؟ فيبي.
فيبي، فيبي هلا معنا هون، قد عمرك يا فيبي؟ تقريبا 12. تقريبا 12 سنة، أنتم من وين؟ من سوريا. من أي منطقة بسوريا كنتوا قاعدين؟ من جرمانة. أوكي، يا أهلا وسهلا فيكم، منكم إخوة، أوكي فكرتكم إخوة، طيب وشو هيك هواياتك وأكثر شيء بتحبي تعمليه؟ بحب رنم وأعزف بيانو. كمان هي رح تعزف لنا بيانو، شو حلو هيك يكون عنا مواهب حلوة ونكون هيك كلها عم نقدمها للرب. كتير بينبسطوا فيكم هلا أصحابنا، بس شوفوا بنات من عمركم عم بيدقوا ويرنموا، كتير كتير حلو هالشي. طيب وأهلا وسهلا فيك، أنا كتير مبسوطة اليوم تعرفت عليك. هلا بدنا نتعرف على نيو فريند، هي من انجلند مزبوط، وهي مع انه بتحكي شوي عربي بس من كل قلبها حابه تجي وتقدم معنا الحلقه، ونحن وير فيري هابي انه انت معنا اليوم. فيك تخبرينا شوي اكثر عن اسمك وعمرك؟ اسمي امال وعمري 10 سنين. بدنا نزقف لها، كثير شطوره بالعربي، برافو. قربي الميكروفون هيك على تمك، خبرينا شو هن الهوبيز تبعك، شو هن هواياتك بالانجلش if you want. I like singing. Yeah، بتحب تغني. And I like playing the piano. كمان playing the piano. Are you going to play something for us today? Yes. واو، كمان هي رح تلعب على البيانو وتسمعنا شيء حلو، كثير كثير مبسوطة فيكم. وبدنا نتعرف هلا على صديقة بتعرفوها، اجت لعنا من مصر من قبل، واليوم كمان هي وخيها جابوا لي هالبوكي المهضوم ليكو هن قطفوه لبقوه على بعضه، انا كثير بحب الجاردينيا، ثانك يو. خبرينا عن اسمك. اسمي سوزانا. سوزانا قد ايه عمرك يا سوزانا صار؟ 10 ونص. 10 ونص، وهواياتك؟ انا بحب اكتب. بتحب تكتب، تكتب شعر؟ اوقات، بس انا اكثر شيء بحب بس يكون عندنا فرصه شو بعمل مع رفقاتي بكتب وبعمل هيك. ليك شو حلو بتكتب قصص وهيك، كثير حلوه هالموهبه بتعرفي، فيري نايس. طيب وبدنا نتعرف هلا على خيي المهضوم، شو اسمه؟ جوناثان. جوناثان، شو هن الهوايات اللي بتحب تعملهم؟ بحب ارسم. بتحب ترسم؟ طيب وشو بترسم اكثر شيء؟ ناس او طبيعه او حيوانات؟ ناس. ناس، شو مره رسمتها لاختك؟ كيف طلعت معك؟ حلوة أو بتخوف؟ حلوة؟ حلوة. أوكي، لأن هو بتعرفه بس واحد يرسم بيطلع معه شيء غريب عجيب، ما هيك؟ أنا ما بعرف أرسم لأن. طيب أهلا وسهلا فيكم، أنا أكيد الحلقة رح تكون كتير حلوة اليوم لأنه أنتوا معنا، بديكم ما تستحوا تكونوا مرتاحين وتحكوا شو ما بيجي على رأسكم، أوكي؟ اتفقنا؟ لا مش أنت بول كريم، مش مزح لك. طيب خلينا نروح ونحضر أول كليب معنا اليوم بالحلقة، نرني مع بعضنا ونرجع ونبلش نحكي عن موضوع حلقتنا، يلا بنحضره سوا. Thank you.
سكتوا لسانينا رح بيغنوا عيوننا كتير مهضوم بيحكي عن حق كل إنسان وكل طفل يتمتع هيك بالحرية ويكون مبسوط ومرتاح بحياته. بتمنى تكونوا حبيتوه. وهون أكيد وجه تحية كتير كبيرة لكل أصحابنا من فلسطين كريستينا وكل أصحابنا اللي بيحضرونا. دايما اشتقنا لكم، اشتقنا نسمع صوتكم، فبليز بس تقدروا حكونا. وماركو أكيد نسلم على ماركو كمان. طيب لكن خلينا نحكي شوي عن الموضوع رح نكون عم نناقشه اليوم، موضوع كثير مهم ونحن كأولاد لله لازم دائما يكون موجود بحياتنا، لأن هيك الناس بيعرفوا إن نحن تلاميذ يسوع وأتباع يسوع ومنحب يسوع هو بحياتنا. مظبوط؟ بتعرفوا عن شو رح نحكي اليوم؟ سوزانا بتحكي على الميكروفون بليز. بدنا نحكي عن الاهتمام، كيف نهتم بغيرنا، كيف نهتم بالآخرين. هذا شيء كثير 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 مهم. خبرونا هيك، خلينا أسمع منكم شوي. كيف انتم بتهتموا مثلا باصحابكم بالمدرسه؟ كيف بتفرجون اهتمام؟ يلا سوزانا. بس انا بالمدرسه اذا رفيقتي وقعت انه باخذها بقول لها للمس هيدا صار هيك وهيك، اوكي، انه هي كرمال انه مثلا تشوف شو رح تعمل. برافو عليك، هيدا اهتمام كثير حلو، لان في عالم فيهم اذا وقعت رفيقتهم يضحكوا عليهم، ما هيك؟ انه ها وقعت. بس سوزانا كيف نحن، مش بس سوزانا، بدنا نفرجي الاهتمام، نروح منساعدها، منطمن عنها انه هي ما بها شيء بس جرحت اجرها، ومناخذها مثل ما قالت عند المس تهي تهتم فيها. مين حدا كمان ثاني بحب يشاركنا؟ كيف فيكم كمان تهتموا باصحابكم؟ شو بدك تخبريني؟ شو كيف تهتمي باصحابك؟ شو خبريني؟ مثلا اذا انت معك تشوكلت وهيك حسيت انه رفيقتك ما عندها سناكس او انه ما عندها شيء تاكل تنبسط فيه، شو بتعملي؟ بعطيها. ليك شو حلوه، برافو، بنعطيها اكيد، هيك بنكون عم نهتم فيها. مزبوط. طيب عندي سؤال لكلكم، اذا كنتوا قاعدين بالكنيسه مثلا واجا حدا هيك دائما معروف انه بتكون مثلا ريحته مش كثير حلوه وبنصير بنقرف وبنبعد وبنهرب نقعد اخر مقعد هنيك، او شو بكون عم تضحكوا صايره معكم؟ بحب تشاركونا. لكن شو قولكم، شو قولكم بدنا نعمل؟ اذا بدنا نفكر دغري بصراحه اكيد بنحس انه انا يمكن مفكر، خلينا نعطي المايكروفون، مفكر انه لا ما بدي كل الاهتمام، بدي اقصف. شو نقول له؟ تعا نعطي له ثياب ونخليه يستحمى. يا حبيبي انا شو مهضوم، شو حبيبي كثير. مظبوط، حلو هالشيء، كثير كثير كثير. فريشه
في شاور. عن جد مزبوط. مرات دغري هيك اذا نفكر كناس وشو بيجي اول شيء على راسنا بنصير بنقرف وبدنا نبعد لان طمن نتضايق مثلا من الريحه. بس يسوع قولكم كان يهرب من هول العالم الفقره والريحتهم طالعه واللي ما معهم ياكلوا. شو كان يعمل يسوع؟ كان بيضله، كان يحب يقعد مع هول العالم ويقصد يقعد معهم. مزبوط. كان يقعد مع العشارين، مع الاشخاص الفقراء اللي ما معهم ياكلوا، مع الناس اللي كلهم كانوا يبعدوا عنهم وما يحبون، هو كان يروح ويقعد معهم. مزبوط. ويحبون. طب اقول لكم ليه هيك كان يعمل؟ لانه هو بس كان كثير منيح بس هيك، ليه كان يعمل هيك؟ خبروني مين بده يقول لي كرمال شو؟ يلا اعطيه الميكروفون. لانه بيحبهم كلهم وبيهتم فيهم. بيحبهم كلهم وبيهتم فيهم، وكمان كرمال يكون اكزامبل لنا، يكون مثل لنا ويعلمنا نحن كاولاده كيف لازم نكون مثله. مزبوط. مش خبرونا انتو بتشبه البابا او الماما؟ مين بتشبهي؟ مين بتشبهي؟ شو بيقولوا لك؟ مامي اور داد؟ ماي مام. ماي مام. اوكي. طيب وبالكاركتر تبعك بشخصيتك بتشبهي يور مام كمان شوي؟ A little bit. مثلا your mom is she like calm, a calm person? Usually. So انت طلعت كول مثل طلعت هادي مثله. فاذا دائما مثلا تنقول بول البابا مثلا بحب يهتم ويساعد العالم طلع بول مثله. دائما ناخذ هيك صفات من اهلنا. مزبوط. بنطلع بنشبههم باشياء. وهيك نحن كاولاد لله بدنا نكون بنشبهه بصفاته الحلوه بمحبته للعالم. لازم نكون نشبههم. شو هيك عم تضحك؟ مثل شو بتشبه بيك انت يا جناتن؟ يي فرت من الضحك. شو استاذ عنا؟ شو بتشبهي؟ انا بشبهها لماما. بتشبهي لماما؟ طيب عنا اول اتصال. خلينا نقول الو مع امل. الو؟ بدك تقولي الو؟ طيب خلت سوزانا تبلش هيك بتتكلم. الو؟ الو؟ هاي. هاي. مين معنا؟ مارينا. مارينا؟ اهلا يا مارينا. مارينا؟ نعم. انا مبسوطه انه رجعت تتصلي فينا هالاسبوع كثير. كيفك اليوم؟ منيحة. احنا اشتقنا لك. نعم. شو بدك ترنمي لنا اليوم يا مارينا؟ يا أمنا. أوكي يلا. يا أمنا يا أمنا يا مريم العذراء، شريكة شريكة أنت في الفداء، شفيعة لنا يا أمنا باليسر والسعاد يا أمنا. مارينا شو بدك تلعبي معنا اليوم؟ سؤال. سؤال. أوكي. شو يا سوزانا بدك أنت تسألي هالسؤال؟ يا هتا نشوف شو هو سؤال لمارين. من أصبح ملكا بعد سليمان؟ مين صار ملك يا مارينا بعد ملك سليمان الحكيم؟ هل رحبوعام أو بطرس؟ شو قولك؟ رحبوعام. رحبوعام مزبوط 100%. لكن نكتب اسمها لمارينا ونحطه بالبوكال. نعم مارينا. أنا هيديك الجمعة اتصلت وربحت، بس اذا بتيجوا بس حدا بينزل لي اياها عجونه على صوت المحبه عند بيي. اوكي. لكن هلا الفريق العمل بيكون عم يكتب هيدا الموضوع. شو اسمه بيك؟ نادي الترس. ما سمعنا. نادي الترس. نادي الترس؟ ايه. اوكي حبيبه. يلا نغني سوا. دق الجرس اسرع دقايق قليله وراح يبدا الصف. حضروا الورقة والقلم لأنه مع معلمة العربي الإنجليزي والحساب رح تتعلموا القراءة الكتابة والحساب كمان. مدرستي بتشاهدوا على سات سفن كيدز بالأوقات التالية. اليوم رح نشوف قصة جديدة من حكايات أبا حمال الحكيم. ودابا في نظرك أشنو هو المعمول؟ واش كاين سيرجا؟ بهمان بتشاهدوا بالجزء الرابع على سات سفن كيدز
بالأوقات التالية. حبيتونا ولعدد سنين كنا معكن وداخل بيوتكن، منفرح منرنم منغني سوا. بدكن خدمة 7 Kids تكبر وتستمر؟ بدعمكن نحن مستمر. لتبرعاتكم على أرقام الحسابات المصرفية التالية: أو الاتصال على هذه الأرقام. أو التواصل عبر موقعنا الإلكتروني. عم بتفكر وما عندك جواب؟ أم؟ بي؟ أولاد؟ عندي نصيحة لإلك. خلينا نشوف شو سؤال اليوم. مرحبا سميرنا، أنا ريبيكا، بنتي بتعض الأولاد، كيف هي ساعدها لتوقف؟ دايما سؤال، سميرنا معك. باي. بعرفنا على الحياة اليومية والصحية يلي منعيشها بالمزرعة. إذا عبالكن أنتو كمان تتعرفوا على هالحياة الصحية، تابعونا ببرنامجكن المفضل فان فارم على سات 7 كيدز بالأوقات التالية. رجعنا معكم يا اصحابي، وان شاء الله تكون هالمره الثالثه ثابته. بقولوا تنشوف. طيب كنا عم نحكي هاي الثانيه، هلا الثالثه بدها تنشوف. لكن كنا عم نحكي مع اختها لمارينا، بليز رجعي اتصلي فينا، بنحب نسمع صوتك وهيك نتحدث معك شوي. وبركي هيك حابه نسمع اول ترنيمه من اصحابنا بالاستوديو. مين بحب يرنم اول ترنيمه؟ امان؟ نو؟ سيزانا؟ يلا تعي يا سيزانا، وقفي بوسط الاستوديو. شو محضرتي لنا اليوم؟ بعد ما كنت عبد أسير. أوكي، بدنا نقرب الميكرو عتمنا. بعد ما كنت عبد أسير. بعد ما كنت عبد أسير وكانت خطاياي كتير، كيس عشبها على الصليب خلاني أمين. بعد ما كنت عبد أسير وكانت خطاياي كتير، كيس عشبها على الصليب خلاني أمين. بقيت فرحان واتمتعتي بالغفران، في السماء بقى لي مكان وعايش في أمان. بعد الحزن بقيت فرحان واتمتعتي بالغفران، في السماء بقى لي مكان وعايش في أمان. وفى ديوني وفى ديوني وفى ديوني يسوع، وفى ديوني وفى ديوني. برافو يا سوزانا، نزقف لها زقفة كتير كبيرة، ترنيمة كتير بحبها، صار لي زمان ما سمعتها، فثانك يو هيك رنمت لنا اياها اليوم.
هلا بدي اسالكم سؤال، كيف بعائلتكم بتفرجوا اهتمام لاخواتكم ولاهلكم؟ يلا بحب هيك اسمع منكم، فكروا شوي وحكونا بصراحه هيك حيلا شيء بيجي على راسكم. فينا نسمع منك؟ يلا فيدي. لما تتعب امي او تمرض احيانا بصير ساعدها، برافو عليك، اكل و برافو، كثير كثير حلو. بس مامي تكون مريضه مرات نحن بنفرجيها اهتمام بالمساعده، حتى بس ما تكون مريضه مرات فينا نكون عم نهتم فيها او نساعدها، يمكن بس بنكون عم نساعد اذا مش دائما بننقع الاكل مثلا انه هي مش طيبه بدها لحمه، اوكي هيدا بنكون عم نساعدها كمان او نشكرها نقول لها ثانك يو، نكون عم نهتم بمشاعرها ونقدرها. مزبوط، كثير حلو. مين كان بده يقول لي شيء سوزانا؟ بس ما وقت تروحي بابا مش محل جاسن، انا وياه بنضل بالبيت وبيقول لي بقى جعان، بقول له طيب شو بدك تاكل؟ بقول له هيك بعمل له اياه. ما فهمت؟ انه هو قال بده ياكل شيء. انت بتعملي له برافو، ام صغيره يعني انت، برافو عليك يا سوزانا، بتهتم بخيها اذا جعان هي بتحضر له الاكل، بتهتم فيه اذا امها مش بالبيت، كثير حلو هذا الشيء يا سوزانا، برافو عليك يا حبيبي. طيب بتتذكروا بانت قصه من الكتاب المقدس؟ منشوف فيها كيف لازم يكون الاهتمام، كيف لازم نبين اهتمام لبعضنا. مين بيحب يخبرنا شيء؟ بول؟ في كتير قصص ماريان. اوكي، في قصة اللي ما قلقي شوي وعرف اذا منعرف كلنا، بس العبد السامري الصارح. حلو، مزبوط. هو ساعد الحدن تبعه. مزبوط، اهتم بشخص غريب وكان بهديك الايام عدو. مرات كثير نحن اذا بدنا نفكر بدنا نساعد حدا يا جوناثان، فكر انه بس بدي اهتم برفيقتي اللي كثير كثير بحبها، هي اللي بحكيها كل يوم وبحب اهتم فيها، اكيد اكيد بهتم فيها، بس هل هيدا الشيء بيكفي؟ او اهتم بس بالعالم اللي بحبوني واللي بيساعدوني او باهلي؟ شو علمنا الرب؟ شو قالنا؟ ايه جوناثان؟ نحب بعض كما احبك الله. برافو، نحب بعضنا كما هو احبنا اولا، وقالنا كمان نبارك اعدائنا ولاهنينا. قد ايه صعبه مرات هيك نهتم ونفرجي محبه للاشخاص اللي ما بحبونا كثير. تخيلوا حدا مثلا بالمدرسه هيك شي بنت ما بتحبكم او ما بتقعد حدكم او ما بتلعب معكم، تخيلوها، وهلا تخيلوا انتم عم تهتموا فيها وتقولوا لها كلمه حلوه وتعطوها من اكلاتكم، قد ايش فيها تبين صعبه لالنا، بس هيدا الشيء اللي الرب بده ايانا نعمله. اولا يمكن دائما بيطفشنا بالملعب وبيضربنا وبشكينا عند المس، وهيدا نحن بدنا نهتم فيه ونحبه، هيدا الرب بده يعلمنا اياه. واعطانا قصه السامري الصالح ليفرجينا انه مع ان الشخص اللي كان مرمي على الطريق وضربوا له السوس وسرقوا له مصرياته كان من اعداء السامري الرجال اللي كان قاطع، هو ضحى بوقته بماله بطاقته وحمله وحطه على الحصان على الحمار تبعه واخده واهتم فيه. هون بنتعلم كيف بدنا نهتم مش بس باللي بحبونا، بحتى الاشخاص اللي مش كثير قراب منا وما كثير دائما بيعملوا منيح معنا. عنا اتصال مع بول. هاي مين معنا؟ هاي كريستا. كريستا قد ايه عمرك؟ هاي قد ايه عمرك يا كريستا؟ اثنين؟ سانك؟ اثنين ما بتحكي. طيب كريستا بتحبي تلعبي معنا شي لعبة أو بترنمي لنا ترنيمة؟ تركيبي. اوكي يلا جو. كيف بدنا نمشي حلو مشوار، بدنا نحمل الصليب مع يسوع زمان منحب، مع يسوع زمان منحب. وكيف بدنا نمشي هالمشوار، بدنا نحمل الصليب مع يسوع زمان منحب، مع يسوع زمان منحب. برافو يا كريستا، شو مهضومة وصوتها حلو وصغير هيك مثل السوس الصغير، كثير مهضومة كريستا. شو بدنا نسألها هلا يا بول؟ بدك تلعبي ترنيمة أو إيه أو سؤال؟ شو يا كريستا بدك تلعب ترنيمة أو إيه أو سؤال؟ عم يقطع الوقت يا كريستا. ترنيمة أو إيه أو سؤال؟ إيه. يلا رح تمرق هلا الإيه قدامك. سؤالك هو يا كريستا، أيها الرب إلهنا أنت استجبت أم فرحت لهم؟ شو يا كريستا؟ أيها الرب إلهنا أنت استجبت أم فرحت لهم؟ شو قولك؟ شو كريستا؟ استجبت 100%. برافو عليك يا كريستا، بدنا نكتب لها اسمها وينزل بالبوكال. مزبوط، فاذا برافو، ميرسي كثير على اتصالك، بنحب دائما دائما نسمع صوتك. تذكرت شيء بدي اقول لهم لاصحابنا انه طيله هيدا الشهر الكومبيتيشن رح تكون
انه بدي يكون بس ترنموا ترنيمه، تكونوا عم ترنموا او عم تختاروا ترنيمه من الفيديو كليبات اللي بيقطعوا بيلا نغني سوا. في عنا كثير اغاني وتراتيل حلوه كثير كثير كثير، فبدي منكم بس ترنموا لنا ببدايه الحلقه تختاروا وحده من هول الترانيم، وساعتها اذا ربحتوا او ما ربحتوا بالكومبيتيشن رح ينوضع اسمكم بالبوكال اذا كنتوا عم ترتلوا لنا ترتيله من الفيديو كليبس اللي بيقطعوا بالحلقه. تذكروا منيح منيح هيدا الكومبيتيشن المهمة كثير، وهيك انا بكون مبسوطة وعم شجعكم تحفظوا كل هالترانيم الحلوة عن يسوع وتكونوا عم بتشاركونا فيها بالحلقة. ديل؟ ديل؟ ديل ديل. طيب لكينا خلينا نروح ونحضر كليب كمان هيك ببلشوا يحفظوا وببلشوا الكومبيتيشن بحماس، خليكم معنا. عنا اتصال وعن جد هيدا الكليب اللي سمعناه هلا ترنيمه كثير حلوه، بتمنى تحفظوا وتبقوا ترنموا لنا اياه. وقبل ما نسمع من هالبرنسس الحلوه الترنيمه اللي بدها ترنم لنا اياها، عنا اتصال مع جوي. الو الو هاي الو هاي، مين معنا؟ انا ماريا. هاي جوي، كيفك؟ انا منيح ماريا، انت كيفك؟ مشكرة الله. انا بدي اقول هاي مصر للكل هون، مصر ماريا اكيد وهن كلهم مشتاقين. مصر هتا كلنا نطلع ونقول لها بونسوار لماريا، كيفك اليوم؟ هاي مشكرة الله الحمد لله. شو الحال؟ ان شاء الله حبيت تشوفنا. انا كثير 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 حبيتهم، وعندي كمان اعلان لكم انه انا بعد اربع ايام بدي اروح على تقديم الدولة، وعرفت وين رح سافر، عرفت رايي
مساهمه كمان. لوين؟ تقديم الدولة. تقديم الدولة. تقديم الدولة المركز اللي حقدم فيه. اوكي. يعني تابع للدولة وانا عرفت وين رح ساقب وعرفت كمان رقمي. بالتقديم بحطه كمان لما الاسم والرقم والتاريخ. مزبوط. فانا عرفت الرقم يلي رح ساقب فيه. مزبوط. لكن يلا بدك تبلشي تدرسي، انا اكيد بلشت اوريدي تدرسي ومحضرة حالك منيح، ما تخافي ابدا. انا خلصت المواد. برافو. شو هالماريا يا عم، المخرج بزقف لك وبقول لك برافو برافو عن جد، برافو حبيبه. وانا بوجه له تحيه للمخرج كمان. اوكي ماريا ثانك يو سو ماتش. شو بدك تشاركي لنا اليوم عن موضوعنا؟ انا كنت اليوم اصلا بدي اعطيكم تامل وقصه من الانجيل، ودغري بول ذكرنا بقصه سامري الصالح، فانا بدي اشكره هالشيء لانه كنت عم فكر فيها صراحه. وانا بدي اقول انه الشخص يلي انقذ سامري الصالح بدي اقول انه هو كان من العدو، يعني اليهود هن كانوا يفكروا انه اذا هن دقوا فيه رح يتجنسوا. فاذا بنعمل فيها تامل الله بده يوصلنا رساله بهيدا المقطع انه كمان لازم نساعد العدو، حتى مع العدو لازم نكون لطفاء. مظبوط. فقد مهم هيدا الشيء، وبقلنا كمان الله انه نحب بعضنا البعض ونسامح بعضنا البعض، مع انه كان هيدا الشخص كثير وسخ وكثير هيك مدمم ومجروح، ويمرقوا من حظ الناس يقولوا انه يي ما رح نبقى فيه هيدا نتلنف شو صاير علينا. بس انا كمان بتعلم من سامري الصالح التواضع، قديه تواضع حتى اجى خلص هيدا الشخص، فقديه مهمه هالنقطه. وانا بدي ارجع اشكر بول مره ثانيه لانه ذكرني بالقصه. مرسي يا حبيبه عشان شاركتينا فيه كمان، كثير كثير حبيت شاركت. شو بدك ترني لنا هلا ماريا؟ انا قبل ما ارنم لكم بدي اوجه تحيه لماركو واختها، انا كثير بحبهم. وهلا وبتمنى انه انا اذا بدي اوجه تحيه كمان لارفيلا واختها لجوي، وبدي اقول اذا في ناس عم بنساهم ما تزعلوا مني، بس انا قد ما بيكون في ناس على فكري فهيك بنسى اوقات ناس وبتذكر ناس، فعن جد ما تزعلوا مني اذا في مره ما وجهت تحيه لحدا. ماريا بس بدي اقول لك شيء عن جد، ما بقى تعطي الهم، ما حدا بيزعل ابدا 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 اذا نسيتي، كلهم بيعرفوا انك بتحبينا وما حدا رح يزعل، بقى ما تعطي الهم بقى. اوكي؟ اوكي ميرسي كثير. يلا. وانا كمان كنت بدي رنم لكم تزيينه انا كثير بحبها. ايه. اسمها فانت كل ما اريد. ييييي انا هي بحبها كمان كثير، يلا عم نسمعها تفضلي. فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك قربك، فحياتي ما تحلو لي، حياتي بدونك سراب سراب، ضممتني شعبك حررتني وسكنت داخلي، أسبح يا خالقي أبارك اسمك الغالي، فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك قربك، برافو يا ماريا ثانكس كثير، هي ترنيمه رائعه وبحبها كثير. بدنا نشكرك وبنقول لك بنحبك ماريا، ويلا جود لك لكل الاكزامز تبعك. باي. ميرسي كثير وانا بشكركم كثير كمان. باي ماريا. باي. نطرناك كثير يا صغيره، يلا امسك الميكروفون وهلا دورك انت ترني لنا انا كثير مميز بنظر الرب، خلينا كلنا نسمعها مع بعضنا. I am the best.
مش معقول، اصلا انتم اصلا اصلا شفتوا شو لابسه باجرها هي؟ ما شفتوا. وقف هيك بروفيل، فيك تروحي وترجعي لعنا، تروحي تمشي لهونيك وتعي. بتاخذهم منك انت يا حياتي شو طيبه. ثانك يو كثير كثير على الترنيمه الحلوه وعلى صوتك الحلو، كثير انبسطنا فيها نحن. وهلا بدنا نروح عند كمال، عنا اتصال قبل، بركي كمال بيقول الو. يا الو. الو. هاي. هاي. مين معي؟ مارينو. كيفك يا مارينو؟ منيحة. منيحة؟ قد عمرك؟ سبعة. ثمانية. ثمانية؟ كانوا سبعة كبرتي بسرعة ما هيك؟ حابة ترنمي لنا شي اليوم؟ ايه. يلا عم نسمعك. وينك؟ مارينو. يا قديس من عنا، يا سرب الصلي عنا، دوينا سياجك بالمي، ضوي العتمي بموطنا، تلي والوادي أهلي وبلادي، كلتنا منصلي لك يا شرب انت منا. اوكي مارينا، هلا شو بدك تلعبي معنا اليوم؟ اي او ترنيمه او سؤال؟ دغري عارفه شو بدها مارينا. اوكي تنشوف شو سؤالك شو بقول. ركزي كثير منيح. بقول سمي هديه قدمها المجوس ليسوع، سمي هديه واحده شو ما كانت. يلا حتى نشوف اذا بتتذكري شو. شو يا مارينا؟ هين السؤال. ذهب. برافو، مش معقول شو شطوره. بدنا نكتب لها اسمها بالبوكال لمارينا، وتنميز عن مارينا ومارينا بنقول ماريا 8 سنين. هيك بنتذكر انه ثاني متصله معنا هي مارينا، واول وحده كانت مارينا. ثانك يو كثير على اتصالك ولانك ربحتي. باي يا مارينا. باي. اوكي، كنت هيك حابه نسمع كم ايه من الكتاب المقدس بتحكي عن الاهتمام بالاخرين. في شي حدا بيتذكر هيك ايه حلوه؟ كنوا بطفاء بعضكم بعضا نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله ايضا في المسيح. افسس 4 32. برافو يا فول، هيدا ترنيمه حافظها فول وحافظ الايه. اكيد برافو يا فول. هيدا ايه حلوه بتقول كيف لازم نكون شفوقين ونهتم ببعضنا. بتعرفوا في هيك دائما بالقصص بالكتاب المقدس عن العجائب اللي كان يعملها يسوع، في ايه كثير بتلفت لنظري، بتجري دائما بس يشوف يسوع شخص مريض او شخص بده هيك مساعدته، بيقول وتحنن يسوع. شو يعني تحنن قولكم؟ مين بيقدر يقول لي؟ شو يعني تحنن؟ يعني عطف. هيك حس يعني بمشاعر كثير قويه بقلبه، وحن عليهم وحس بمحبه كثير قويه تجاههم وقرب منهم ولمسهم وشفاهم. يمكن هيدا قصه المراه النازفه اللي راحت ولمست له ثوبه، وكثير قصص ثانيه بيقول يسوع تحنن يسوع واجا بعدين وشفاهم. نحن اذا بده يكون عندنا قلب يسوع، بدنا قلبنا يتحنن على الاشخاص الضعاف، على الاشخاص يمكن المرضى مرات، على الاشخاص الجعانين او التعبانين. مش دائما بس نهتم بالاخرين يعني بالماده بالمصاري بالاكل، كمان مراتنا نهتم بالاخرين بوقتنا. يمكن كثير منا عندنا اصحاب هيك ما عندهم حدا يلعب معهم بالملعب. بتعرفوا شو رفيقه ما عندها حدا بالملعب؟ شو بتعملوا؟ شي مره فكرتوا هيك تروحوا تقعدوا معها؟ شو؟ أمل إذا بدك you can speak in English and I'd like to hear from you. شو؟ I invited her to come and sit with me. اوكي، هي عم بتقول انه بس في ترفيقه هيك من اصحابها لوحدها بالملعب راحت وعزمتها تقعد معها. وهل was she happy then؟ Yes. مزبوط، لكن اكيد هي بدها طريقه خليت صديقه زعلانه تصير مبسوطه، هي بتكون اهتمت فيها وفرجت يسوع بهالطريقه اللي اهتمت فيها. جوناثان شو حسيتك بدك تقول شيء؟ شو؟ في حكي بعيونك؟ لا. اوكي طيب، بدي اسالك انت حتى ناخذ الميكروفون نجي لعندها هيك شوي. انا هون. اوكي طيب، شي مره اذا كانت اختك عم تبكي او زعلانه، اوكي بتساعدها. بتساعديها؟ شو بتعمليها؟ بتضحكيها؟ كيف بتضحكيها؟ كيف هيك بتعملي لها هيك تيك 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 تيك؟ ايه ايه بتضحكيها يعني. برافو عليكي. لكن كلنا فينا نلاقي عدة طرق تنساعد ونهتم بالاخرين. اصلا كل واحد منا عنده موهبه، يمكن بول موهبته يتسمع هيك، بيقدر يسمع ويرجع ينصح ويعطي اشياء من الكتاب المقدس تتعزي، او يمكن جوي بحب يفرحهم يضحكهم اذا كانوا زعلانين،
ويمكن كمال بيروح بياخذهم كزدوره مشوار هيك بغيروا جو بيضحكوا. في كثير طرق فينا نكون عم نهتم فيهم بالاخرين ونكون عم نفرحهم. هلا جوناثان بده يرنم لنا ترنيمه. تعال هيك من هون يا جوناثان. شو الترنيمه اللي بدك ترنم لنا اياها؟ طوبى يلي للي يسمع. يلا وقف هون يا جوناثان وكلنا عم نسمعك. يسمع ويعمل كمان لبانو بنانجا في كل مكان. طوبى اللي يسمع ويعمل كمان لبانو بنانجا في كل مكان. نعمل بنانجا في كل مكان. نعمل مخروصة يوارينا نار. كبرت 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 ويدا بسماء. سوزانا هيك هيك عم تهتم فيه وتدعمه من الخلف بالترنيمه. برافو عليكم اثنيناتكم كثير. خلينا هلا انا وبول نروح ونحضر اول ريبورت صور بحلقتنا لليوم. اول صوره من اميره وروماني امير، هي لابسه هيك كنزه حمراء حلوه كثير مع خيها. ثاني صوره من انجلينا سامويل، كثير حلوه صورتك بالصف عم تتصور. بارتينيا حنا لابسه هيك فستان بلو عملا دنات. بولا بشارة كتير حلوة صورته قاعد بالتقم تبعه على كرسي الجلد. ديفيد وكركر كمان عم يضحكوا من كل قلبهم هن خي واخته. معنا إليمار سامويل تروت، حلوة صورتي كتير مع الأمية. صورة من فيروباتر أمجد لابس سالوبات وبلوزة حمرا عم يضحك من كل قلبه. جودي وجايدن جون راسمين عوجهم وعم يلعبوا بالسوبر ماركت، حلوة صورتكم مع بعضكم. جوزيف وجده لجوزيف هو ممدوح، شو حلوة هالصورة والله يخليكم لبعضكم. جولي سمير عم تتصور صورة كتير حلوة، نشك على صورتك يا جولي. واو جونيور باسم شو هالبنت الحلوة مثل برنسس ولابسة أبيض وزهر. معنا كارن طلعت عم تتصور بالبينك، كتير حلوة صورتك يا كارن. طلعت كريم حمادي لابس أحمر وعم يضحك من كل قلبه فرحان. معنا كارمينا فوزي عم تتصور ولابسه بلوز عليها فستانه كثير مهضومه. كيفن وانجلينا جوزيف كمان مزينه صورتهم بطريقه كثير مهضومه. كيفن وروني حبيب عم يلعبوا بين المحبه بيناتهم، كثير حلوه صورتكم مع بعضكم. لوتي جون جونيور مينا وميرنا كل الاصحاب بعثوا لنا صورتهم بنحبكم كلكم. ماريا بشاره الكوبتي وهي صوره كثير حلوه مننا لمارينا. رجعنا معكم يا اصحابي، تشاركونا كثير حلوين، بتمنى دائما تبعتوا لنا اكثر واكثر. حابه انا هلا اطلب هيك من امل ما كان يو وانت تو بلاي اون ذا بيانو. اوكي رح نروح انا وامل هلا نشحطوا شوي لكمال. يلا يا كمال خلينا نسمع على المعزوفه الحلوه يلي رح تلعبها امل لنا. بس يا ريت فينا ناخذ المايكروفون ونسال امل قديش صار لوقت بتتعلم بيانو؟ كتير بهمني هيك انتو كمان يا اصحابي اذا في موهبة بتحبوها كتير تكونوا عم يمكن تروحوا تتعلموا بمدرسة خاصة او مع استاذ بتعرفوه، وهيك بتصيروا بتنموا اكتر واكتر هالموهبة الحلوة بتحبوها. قدي صار لك بتتعلمي بيانو؟ About 7 months. About 7 جديدة بس هلا 7 أشهر عم بتلعب على البيانو، واليوم رح تسمعنا اول هيك معزوفة بتحبها كتير. يا خلينا نفتح البيانو. Yeah. Thank you.
ثانك يو امل، ثانك يو سو ماتش. كلهم عم بيزقفوا لها ومبسوطين فيها. هيدا اخر افكت لهيدا المعزوفه الحلوه. How many hours per week do you practice? One hour. Okay. بتتمرن ساعة بالأسبوع. برافو. كتير منيح one hour لأن هي بعدها جديدة. أكيد كل ما يكتر أو كل ما يتقدم الإنسان مثلاً بالبيانو أو بالجيتار لازم يصير يتمرن لساعات أكتر. ليه؟ لأن الإيدين مثل الحياة لها مفصل تاني بالجسم. كل ما نمرنه أكتر كل ما بيقوه، وكل ما بنمرن عقلنا اكثر كل ما بيحفظ اكثر المعزوفه اللي عم نتمرن عليها. برافو امال. هلا بعد شوي كمان رح نسمع لاصحابنا، اذا بتحبوا انتم كمان دقونا على البيانو. اوكي بعد شوي. طيب خلينا هلا نحتفل بالعيد ميلاد اصحابنا، بس ما عندي الكارد. هلا بعد شوي بنقرا وبنشوف مين عيد ميلاده هيدا الاسبوع او هيدا الشهر. ما في بيرثدايز اليوم لكنها برك الاسبوع الجاي، بس في صديقه عنا هي حابه تغني هابي بيرثدي، بقى رح نغني هابي بيرثدي. مش مهم، كلنا بدنا نوقف ونغني هابي بيرثدي لكل الاشخاص رح يكون عيد ميلادها هيدا الاسبوع. يلا خلينا نوقف كلنا سوا ونغني. اوكي يلا. غنيناها للهابي بيرث داي اليوم. طيب لكن انا عن جد بعيد كل اصحابنا يلي عيد ميلادهم، وحتى اليوم لو ما قلنا اسامي اكيد في كثير عالم عم يحتفلوا بعيد ميلادهم. نحن بنحبكم كلكم يا مشاهدينا وبنعيدكم. نتمنى هيك تكون هالسنه رائعه رائعه وكلها بليسنجز وبركات على حياتكم. يلا تعالوا نروح ونحضر كليب ونتعلموا مع بعضنا. في راعي في عنده قطيع برعاهم دوما هو وفرحان معه اللطيف وقلبه وديع وعليهم بيضلوا سهران حوله غنماته بتسرح وبتعرف صوته الفتان لما بيندهش عنا هلا ترنيمه مع صديقتنا. وشو هي الترنيمه بدك تغني لنا اياها؟ Above all. واو بحبها كثير. يلا خلينا كلنا نسمعها سوا، بننطر الميوزك وبنرجع بنبلش. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things. Above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kings.
ثانك يو كثير كثير على الصوت الحلو هالترنيمه الرائعه. وبليز فكري بعد بترنيمه اذا بتحب ترنيمنا اياها بخلال الحلقه اذا عندنا وقت. صوتك رائع جدا، كلكم بالعائله الهيئه في مواهب حلوه. طيب وهلا بدنا نسمع كمان ترنيمه بامال قبل ما يخلص الوقت. شو الترنيمه اللي بدك ترنيمنا اياها امال؟ Give thanks. Give thanks، شكرا من كل القلب، رائعه هالترنيمه. يلا بننطر الباند. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. واو بيوتيفل فويسز. هلا كان يو ثينك اوف ا سونغ تغنوها سوا بعد باخر الحلقه؟ فكروا هيك سوا، بركي بترنموا لنا شي ترنيمه هيك مع بعضكم. كثير مبسوطه اليوم، عنا مواهب رائعه بالاستوديو واصوات كثير حلوه. مين كان بعد حابب يدق لنا شيء على البيانو؟ مين؟ يلا نتوجع مع صديقتنا على البيانو. بس بهالوقت انتوا عم بتروحي عنا اتصال. الو الو، مين معنا؟ صبحي كيروز. صبحي كيروز، صبحي من وين عم تحكينا؟ من لبنان؟ من لبنان. من أي من بشويت. من بشويت، وقد عمرك يا صبحي؟ 10 سنين. أهلا وسهلا فيك، هي أول مرة بتحكينا؟ لا عطول إنه أيام، بس صار لي زمان ما حكيت. إيه لأن صار لي زمان ما سمعت صوتك، لكن أهلا وسهلا فيك يا صبحي، فرحانة كثير عم تحكينا اليوم. شو بدك ترنم لنا؟ بس بدي ألعب لنوش. مثل ما بدك أكيد، يلا خلينا نلعب وإن شاء الله بتربح معنا يا صبحي. ماشي. يلا يا حبيبي. بدك تلعب سؤال او ايه او ترنيمه؟ سؤال. سؤال يلا يعني ننتبه ونطلع على التي في وتركز كثير منيح. معنا ما اسم الملك الذي اراد قتل يسوع؟ هيرودوس هو كان بيبي يسوع او بيلاطس؟ يسوع كان بعده هلا شي خليل. هيرودوس. برافو برافو، كثير شطور انت يا صبحي. فينا نكتب اسمه ونحطه بالبوكال. صبحي عندك اخوات؟ ايه ايه. كم خي واخت عندك؟ عندي اخت واحدة. اخت واحدة، طيب سلم لها عليها كثير، هي كثير صغيرة او اكبر منك؟ لا اكبر مني. طيب سلم لها عليها، ونحن كثير فرحانين عم نسمع صوتك يا صبحي. ميرسي. باي حبيبي. انا كمان. باي. سوزانا قبل ما ننتقل عند رفيقتنا فيك تقولي لي عمين بتحبي تسلمي؟ تاخذي المايكروفون تخبرينا مين بتحبي تقولي له هاي؟ بحب سلم على تيتا وكل العائلة، بحب لهم وانا كثير اشتقت لهم. رح تشوفيهم قريبا؟ متى رح تروحي على مصر؟ اخر شهر 6. خي لكن حضروا لها اكل طيب وانطروها، لان رح تقضوا صيفيه رائعه سوا، ما هيك؟ يلا هلا بدنا نسمع. قد ايه صار لك بتعزفي على البيانو؟ هيك قرب الميكروفون شوي تنسمع صوتك قبل ما تبلشي. تقريبا شي 5 اشهر. كمان 5 اشهر بلشتوا هيك سوا مع نفس المكان تتعلموا؟ نفس المعلمه. كثير حلو، طيب وقد ايه عم تتمرني؟ كل يوم. كارول معلمة البيانو، اوكي، لكن كل يوم عم تتمرني، برافو عليك شطورة كثير كثير. خلينا هلا نسمع شو بدك تعزفي لنا، بركي من بعد نرجع الميكروفون. يلا. انا اخترعتها. هي اخترعت، مش معقول كارول عم تصنع عجائب. يلا خلينا نسمع. Thank you.
برافو، very good. شطورة شطورة. هلا بس هتاخد المايكروفون بدي اسألها كم سؤال. انتبهي يعني. طيب خبرينا هيك كيف طلعت معك هيدي المعزوفة؟ هالمايكروفون ما بعرف طلعت هيك. انت قاعدة عم تتمرني وحسيت انه بدك تخترعي شيء؟ بجرب اشياء. برافو كثير حلو، عن جد برافو عليك. وهيك ضلك سجليهم تما تنسيهم. برافو انه هيدي حفظتيها مزبوط. ثانك يو سو ماتش صبايا. كمان هيك بدي شيء اي حلوة تنجرب هيك نتمعن فيها ونتأمل فيها عن الاهتمام بالآخرين. شو فيك تقري لنا شيء حلوة؟ كونوا لطفاء. بغلاطيا مريان الإصحاح السادس بيكون عم يحكي عن ساعدوا أحدكم الآخر. حلو. في كتير هون هيك آيات حلوة. واحدة منهم إذا بدك دائما بيقول إنه أحملوا بعضكم أثقال بعض. حلو كتير. يعني تخيل إن إحنا نشوف حدا مثلا حامل أشياء تقيلة وتعبان أو بمعنى إنه بحياته مثلا مهموم. ونجي نحن نحب نساعده ونحمل معه هذا الشيء. تعرف كثير من كيف فينا نهتم بالاخرين هي انه نشاركهم همومهم والهيك القصه اللي بتحزنهم وبتتعبهم. بس نقعد مثلا كمال بس يقعد مع صديقه بول وبول يشكي له همه، بصير هم بول عم يتقاسموا معه كمان. بس اكيد اكيد مش يعني انه نحن نصير مهمومين معهم، يعني بنصير اثنيناتنا مضبوط. هيدي كثير الهم شيء الوري شيء، بالعكس انه نشيل عنهم هيدا الثقل ونشجعهم بيسوع ودائما نساعدهم ليفكروا بطريقه. في كثير فرق بين ننهم او نهتم 100%. ننهم انه هيدا غلط، بقول الرب شو بتستفيد اذا بتنهموا؟ ما فيكم تزيدوا طولكم ولا واحد سنتيمتر. بس نهتم هو انه نتشارك الاشياء اللي عم بخبرنا اياها ونعطيه حلول من الكتاب المقدس ونصلي له. هي اهم شغله كيف بنهتم، بس نذكره بالصلاه كل يوم. وبولس برسالته لتيموثاوس قال له صلي للجميع وللسلطات وللبلد اللي انت عايش فيه واذكر كل الاشخاص بصلاتك. واكثر طريقه بنكون عم نهتم فيها بالاخرين هي من خلال صلاتنا لهم كل يوم. انا هيدا هيك اخذته التزام بيني وبين الرب انه كل يوم صلي للاشخاص اللي هيك حولي وبالديتيلز واذكرهم. اكيد مرات بننسى اشياء بس الرب ما بينسى حدا ابدا ابدا. كثير حلوه هالايه، فيك ترجع تعد لنا اياها؟ لكن ايه هي بغلاطيا الاصحاح السادس بيقول احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تطيعون شريعة المسيح. كثير هيك بنكون عم نطيع الرب لما نعمل هيدا الشيء. ثانك يو يا كمال على الآية. خلينا هلا نروح ونتفرج على ثاني ريبورت صور بهيدا الحلقة. مارلي رفعت بنوت كثير حلوة لابسة فستان طويل وعم تعملنا قلب. مايا جوزيف بنت صغيرة كثير كثير مهضومة. ميلاد مجيد ماسك هيك حمامة صغيرة بيضة بإيده. مينا كمال عطلة عم تصور حد عمود الكهرباء، كتير حلوة صورتك يا مينا. ميرنا ومايكل أشرف عم يقطفوا وردة حمراء من الشجرة. ميرام كامل عم تتصور مع أمها، كتير حلوة صورتكم. نورسين نشأة بيبي زخطور متفاجئة عم بتشوف كاميرا للمرة الأولى. أوناي بشارة عم تتصور على الكنباية، كتير حلوة صورتك يا أوناي. بيتر رمال صديقنا المهضوم هيك عينه ملونين وعم يتصور بالبيت. معنا فيلوباتر جوزيف نعيم وحاطط التاج على راسه، كثير حلو صورتك فيلوباتر. فيلوباتر جوزيف نعيم صورتنا لقلو بالسوات شيرت وبالبيت. معنا روماني حسني عم تتصور عم تقلنا هاي، هاي روماني. ساندرا سامح حتى التاج من الفلاورز الزهر على راسها، كثير حلوة ساندرا. معنا صورة من ساندي وساندرا سامح عم يلعبوا عم ياخذوا فوز، كثير حلو بالشمس القوية. سارة ميخائيل كمان هيك لبسة تبديد وبالبيت عندها. سولانج سامويل عم تاخد بوز وكتير حلو صورتك سولانج بالشمسة كمان. توماس توفيق عم يلعب بسيارته الصغيرة أو بال هيدا بال ما بعرف شو اسمه. حلو صورة. معنا يوستينا صلاح كمان عم تاخد بوز ووراها منورة الدنيا كلها. يوسف رأفت على كاوتش كبيرة حمرا مبين مثل الملك. معنا يوسف صلاح وقاعد على الكنبية، هاي يوسف. خلينا هلا نروح نسمع كليب بيلا نغني سوا. اتمنى تكونوا عم تحفظوا كل هالكليبات وتخبرون براسكم. يلا خليكن معنا. اقوى من كل حاجه تانيه.
معقول. وجوي عنده هيك مقطع كمان بحب يقراه من غلط ستة ويشاركنا شوي عنه. اوكي ماريان الايه بتقول: اذا فلنصنع الخير للجميع ما دمنا نمتلك الفرصه، ولا سيما تجاه اخوتنا في الايمان. سو هالايه كثير بتفرجينا انه نحن طول ما عندنا فرصه انه نكون عم نصنع الخير لاخواتنا ونكون عم نبركهم، كثير حلو نكون عم نعمل هالشيء، لانه ها مش بس رح تكون بركه لهم، رح تكون بركه لنا كمان. حلو كتير مزبوط. وكيف فينا نصنع الخير ما دام عنا الفرصة؟ شو هي الفرصة يا جوي؟ يعني أقل شيء حيلا شيء حيلا موقف صغير مثلا، حتى ممكن تكون كباية مي إنه نعطي رفيقنا، يعني هذا صنع خير 100%. بقول الراب كمان في مقطع بقول إنه إذا بتسقوا مي باردة لأحد هؤلاء الصغار كأن أنتم عملتوا هالشيء معه، وكل شيء ما بتعملوه مع حدا من هؤلاء الصغار كأنه بي ما عملتوه. عن جد دائما نفكر إنه كل شيء بنعمله مع حيلا شخص حولنا، نتخيل الرب يسوع نحن عم نخدمه ونحن عم نعمل له هالشيء. هل انا بحس انه اذا بنفكر بهالطريقه بيعطينا هيك موتيفز ودافع اكثر انه نكون عم نخدمهم ونساعدهم ونهتم فيهم. وفي هيك ايه كثير بحبها كمان بتقول: وبشدد الرب انه نهتم باليتامى والارامل. بقول انه هيدا هي الديانه الصالحه، انه نكون عم نهتم ونزور مثلا بالسجون وهيك. وحوالينا دائما دائما يمكن في اشخاص بكنيستنا بعائلتنا، في اشخاص فينا نهتم فيهم ونفرجيهم يسوع من خلال محبتنا واهتمامنا فيهم. فاذا هذا الاسبوع وكل يوم بدنا نخلي براسنا انا كل ما بتنسنح لي الفرصه، مثل ما قرينا هلا بالايه مع جوي، انا بدي اعمل الخير وبدي ساعد وبدي اهتم بالاخرين اللي حولي، وهيك رح يكون يسوع كتير كتير قلبه فرحان فينا، لأنه هو عطانا أفضل مثل عن كيف كان يهتم بالآخرين. صبايا حدا منكم بحب يعطينا هيك إكزامبل يشاركنا بشي عنه؟ شو؟ غير الترنيمة هلأ بدون يجعي يشاركونا بترنيمة كتير كتير حلوة بآخر الحلقة تقول You are holy. بدي أعرف هيك شوي شو بتتعلم من مدرسة الأحد، هيك الشي تعلمتوه ضلوا أو موقف صار قدامكم وضل منطبع بقلبكم وبذهنكم ما بتنسوا أبداً، خبروني. بركي شي قصة سمعتوها، شي صديقة تعرفتوا عليها، شي بركي معلمة هيك كانت لكم مثل كتير تأثرتوا فيها. يلا منسمع منك على المايكروفون. اليوم بمدارس الأحد كانت أنا الأخت جنات معلمة كتير منيحة، كتير منحبها. أوكي. تعلمنا كتير منيح، فاليوم علمتنا عن نحميا. أها أوكي. شو تعلمت عن نحميا؟ إنه أصر إنه يروح يبني مدينته. حلو. وتابع عن كل خطايا. حلو كتير. حلو بتعرفوا إنه هلأ كمان هيك مثل رسالة لكل اللي بيشتغلوا مع الأطفال أو بيعلموا مدارس الأحد، نتذكر دايما إنه أنتوا رح تكونوا مثل لكل حدا، لكل أولاد اللي حاولكم بتصرفاتكم بكلامكم طريقة لبسكم. نخلي دايما هالشي هيك براسنا، وكل شيء عن جد بتقولوا إنه الولد كل شيء بيتعلمه بيسمعه كأن بينقش بينحفر بقلبه مثل ما بينحفر على الصخر، وهالشي كتير مهم. حتى أنتوا صبايا مطرح ما بتكونوا مدرستكم بكنيستكم، أنتوا مثل الأصغر منكم بيطلعوا فيكم بيتمثلوا فيكم، بيشوفوا كيف عم بتهتموا بالآخرين، كيف عم بتحبوا بعضكم، وبيصيروا بدهم يتمثلوا مثلكم. هيك دايما نخلي هذا الشيء براسنا كمان، نكون مثل لكل العالم يلي حولنا. مزبوط. طيب خلينا بركي هلا نسمع لترنيمتكم يو ار هولي. كل واحد بياخذ مايكروفون منكم، تفضلوا هون على وسط الاستوديو. انا كثير مبسوطه فيكم اليوم بصوتكم الحلو. يا يو ار هولي. Worthy of praise.
الترنيمة، وكتير حبيت أصواتكم مع بعضكم كمان، كتير بيلبقوا لبعض هيك، دايما نعملوا دويت ورنموا سوا. Very nice. خلينا من بعد ما سمعنا الترنيمة الكتير حلوة نروح ونشوف كليب مع بعضنا. حلقتنا كانت كتير حلوة، تعلمنا دروس كتير مهمة وتسمعنا على ترانيم رائعة جدا. هلا بدي أطلب من جوناثان يعطينا البوكال، ومن جيسي الصغيرة تسحب اسم من البوكال تنشوف مين الرابح. تعي يا جيسي، يلا اسحب اسم واحد، نقي اسم. أوكي بديك هيدي الورقة، يلا تنشوف مين رح يربح معنا. ماريا يلي عمرها 8 سنين، يعني اتصلت فينا تاني مرة، ألف مبروك لإلك يا ماريا. مارينا أوكي، خلينا نشوف سوا شو رح تربحي. مبروك ربحتوا معنا جايزة تقدمة الجيت واي. تعي هلأ قولي مبروك مارينا. مبروك مارينا عم بتقلك حبيبي. طيب خلينا هلأ هيك ننهي بصلاة مع بعضنا، سوزانا حابة تصلي لنا، وبالآخر كلنا سوا بدنا نرنم ترنيمة الختامية. أوكي يا رب يسوع بشكرك يا رب على هذا اليوم المبارك، يا رب يا رب بشكرك يا رب أنت جبنا عسد سابن، يا رب أنت دائما بتكون معنا، يا رب يا رب بشكرك على هذا الموضوع، يا رب كيف نهتم بالآخرين، يا رب أنا بشكرك يا رب أن أنت بتحبنا بتعطينا كل شيء باسم يسوع. آمين. آمين يا رب. أنا كتير بدي أشكرك على هيدي الحلقة الحلوة، على كل أصحابي اللي كانوا معنا هون بالستوديو، يا رب بشكرك على كل درس بتعلمنا إياه وعطينا، بس مش بس يا رب نسمع بس كمان نطبق بحياتنا، يا رب نكون عم نتمثل فيك، يا رب أنت حبيتنا كلنا ونحن بعدنا خطاط، يا رب حبيتنا ومتت عنا وعلمتنا كيف نحب ونساعد الآخرين ونهتم، يا رب ونعطي بلا حدود. خلينا هيك نضلنا عم نطبق هالشي تنصير منشبه صورتك أكتر وأكتر. آمين. يلا تعوا هلأ كلنا هيك نوقف هون حد بعدنا، نختم بترنيمة كلها فرح أفرحنا بيك طول الطريق. بتعرفوها؟ يلا بركة تنينكم وقفوا حد بعدكم لأنه بتعرفوها للترنيمة. يلا
فينا مشوار.